يا أخي كثير من الناس يظن أن السعادة هي أصل الدنيا، والله إنها دنيا تبدأ ببكائك وتنتهي بالبكاء عليك، لهي حياة حزينة. وإنما نحن نمثل السعادة فيها على مسرح النسيان، كل منا يلهو إما بماله أو بصحته أو بدينه أو بأبنائه أو ما أعطاه الله نمثل هذه. ولكن لو اختلى الإنسان بنفسه ورأى أن هنالك أطراف حزينة في الحياة، ومن لا يحزن، كم قال القرآن للرسول عليه الصلاة والسلام: ولا تحزن لا يضيق صدرك. وكل هذه الأشياء، ما في أحد ما يحزن إذا اختلى بنفسه ليتفكر في الحياة وما فيها. ولكننا نمثل السعادة على مسرح النسيان، كل منا حسب إجادة دوره.